مع نهاية يوم رمضان واللي بحذر منه بيظهر للأسف ازدياد حالات الصديد وارتفاع الأملاح بشكل مبالغ فيه. فبنرجع تاني ونقول يا جماعة لازم نشرب مية كتير. الصديد مرتفع جدا يكاد يوصل لأوفر زين 100. هنروح للهاي باور علشان نشوف شكل الصديد عامل ازاي. طبعا الحالة دي الوضع مش لطيف خالص، لتواجد عدد كبير جدا من الخلايا الصديدية اللي بنحاول ان احنا نعدها، وهنلاقي نفسنا لو عديناها ان بتتراوح ما بين 90% واحيانا في بعض الفلدات بتعدي اوفر 100. للاسف الوضع مش لطيف خالص في الحالة دي، وبننصح الجميع بشرب الماء كتير خلال ليل رمضان علشان نحافظ على الجهاز البولي من اي عدوى وتخفيف الضغط عليه طول اليوم. شكرا، نشوفكم في فيديو جديد. هنا الصديد للأسف مرتفع جدا. شكرا.